نشوف يعني من العام لعام كاين تطور بالنسبه للمنطقه فيما يخص هذه التربيه هذه. يرجع بفضل الاخوه يعني المرشدين اللي جونا من ولايات اخرى وخاصه من ولايات ربديه وربلا بزعامه السيد شخار اللي راه في البلد والطاقم المؤثر كاع اللي راه معاه والدعم الكامل نتاع مديريه الفلاحه ومندوبيه الفلاحه بعين صالح حتى هي يعني كانت يعني عاطيه كما الدعم الكامل لهذا ونتمنى ان شاء الله يعني أنا نشوف هنا يعني شجعني كنشوف يعني الناس في مستوى العمر نتاعنا وكبر منا راهم مشاركين في هذا الملتقى فبالحق حتى حنا نجيبو الكاهين. نتمنى التوفيق وما نساو جمعيه التذكير للانسان المساعده ديالها في نجاح هذه الدوره التكوينيه فضل كبير نعديها على الاساس لان هي اللي شغلتنا نجوزو الدوره التكوينيه هذه هنا وبالتوفيق لكل الطلبه وراهم معكم اساتذه الكل. واللي كان تقليد من ثم فعلا الجمعيه اللي قدرت تجيب لنا هذا المول الجديد اللي بغينا ندمجوا فيه تربيه الماعيات في الفلاحه والشيء اللي انا حبيت نقولوا مشكورين على الدعم اللي راكم المعنوي اللي راكم قدمتوه لنا زادو ونشكر هاد الناس اللي لبعوا الدعوه وجاو باش يتكونوا في الاطار هذا ما عندنا لا نقولوا لهم من القدام ونحن يدهم لهم يد المساعده في كل حاجه وانا واقفين معاهم في كل الوقت ومشكورين على تلبيه الدعوه. بارك الله فيك يا رئيس. اذا اخيرا حاضر معنا السيد ميتا محمد مدير المعهد الوطني للسيد المعهد التربيه المائيه كل الاباء الى ان يحضر معنا هذه الدوره التكوينيه ويشرف ايضا مع الاساتذه المختصين على هذه الدوره مشكورا ثانيا ونعطوا الكلمه من اجل الاعضاء شعب الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكركم حاليا جدا وجودنا معكم وهذا تلبية لرغبتكم ورغبة مختلف الناس والأستاذ عين صالح استمرار في إدماج تقنية الماليات في الوسط الفلاحي. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله ما تكونش هذه أول تجربة إن شاء الله تكون ونعطي إشارة الصلاة والتقنية وجمعية الدكيت والمصالح الفلاحية لحضر راس وعين صالح أنها